طبعا وانا قاعد نخدم في الخدمه هذه توالية 3 سنين، والخدمه يعني ما شاء الله تبارك الله، والرزق حلال والامور ماشيه والحمد لله. حتى الشباب اللي يجوني هنا الصراحه يعني لو حاولوا بجهودهم وكذا يحاولوا كيف يخدموا وكذا، والله شيء كويس، يعني ما فيش يعني احسن من الرزق الحلال يعني، والحمد لله يعني. وانا قاعد في حديقه البركه حاليا والامور ماشيه والحمد لله، ما فيش عيب يا رب واحد يسترزق يعني قدام الناس رزق الحلال. اللي خلاني ندير في الطاوله هذه الله غالب من قله السيوله ما هناكش، حتى لو جيت تجي بعد 3 شهور ولا 4 شهور هذا وين تجي سيوله، الله غالب هذا اللي خلانا وقاعدين نخدم وكذا، وهو الامور طبعا ماشيه والحمد لله يعني. والله حشيشه مره ناخذ من المحلات هنا، مره غاليه مره رخيصه، مرات يجيك في 6 جنيه والله، مره يجيك في 10 جنيه والله اللي هو، لكن توا حاليا بديت ناخذ من مصراته يعني، بديت نجمل من غادي شاهي وسكر والامور ماشيه والحمد لله. ويا ريت يعني الشباب يبدوا يخدموا يعني زي يعني والامور تمشي، ويشدوها شاهي ويشدوها كوش ويشدوها كل شيء، وتحرك العملية وتبقى حتى البلاد يعني ما شاء الله تبارك الله، تبقى الشباب كلهم متحركة وكذا والأمور ماشية والحمد لله.